يقولون العين أوردت الجمل القدر، القدر. نعم. وأوردت المخاليق القبور. الله يكفينا وإياكم من شر العين والحسد. هذا رجال يا طويل العمر هو اللي يروي القصة علينا. يقول يا طويل العمر أنا وإياك كنا مدرسين، يقول توني جايهم في مدارس الحرس الوطني بدون ذكر اسمه، احنا ذكر اسمه اسلم. يقول وانا اشرح في الصف وطلعت من الحصه ونزلت، يقول اخذت، قال لي ابو فلان، قلت نعم، قال كم لك معلم تشتغل في هالشغله؟ قلت والله لي 20 سنه. قال والله اني احسبك توكم تعين يعني من نشاطك و... ما شاء الله ولعلعك و... ما شاء الله، ولا قال ما شاء الله ولا ذكر شيء. يقول المهم يا طويل العمر احس بشوكه كانها في حلزي، كاني ابلع لي شوكه. من بكره اجي للطلاب بقول شيء ما، سبحان الله. يقول سبحان الله، عقب كم يوم واطيح مع الدرجه انا نازل معي شنطتي، يقول عقب ما طحت جاني زي الدوخ الله يكرمكم ما استفرغت. يقول قلت ماذا المسؤول عنه؟ قلت انا بطلع ما عاد اقدر اقعد. يقول واطلع واركب وامشي اسوق سيارتي، يقول لين جيت مفرق الدراهميه ولا ما عاد ادني ولا اوخر ما عاد اشوف. عجيب. يقول انا الف واوقف، يقول وانزل والله يكرمكم استفرغ. يقول يشوفني واحد وقف عندي بيسوي خير جزاه الله خير، يوم شافني استفرغ الظاهر ظني اني ماني مضبوط. ايه. ومشى وخلاني. يقول اكلم اخوي، قلت انا تعبان تعالي في المحل الفلاني. يقول يجي اخوي وديني المستشفى على طول. قالوا عمليه هالحين عندك الزايده من فجره. سبحان الله. يقول يسوون العمليه ويسوون الخياط واخذ 3 ايام، قالوا خلاص ان شاء الله بتطلع اليوم. يقول عقب ذا قالوا الدكتور لازم يجي ويشوفك. يقول يوم جاء الدكتور ويلمس المنطقه ولا تقول حصات وحمراء، قال لا لازم نعيد نفتح الخياط. يقول يفتحون الخياط سبحان الله العظيم ويطلع منه زي الهواء، زي الهواء. المهم يطول العمر ويخلونها مفتوحه الشهر كامل الله يكرمكم، ينظفون الصديد. أعوذ بالله. ينظفون الصديد. يقول المهم عقب شهر بدأت تلتئم وجو زملائي يزوروني من شباك ما يدخلون علي، أنا في عزي العزل. يقول المهم يريد الله سبحان الله عقب ما داومت يقول قررت أني أخذ إجازة. يقول يوم جيت الواحد من زملائي قال وش فيك؟ قلت الوضع كذا 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 وحلزي أحس فيه زي الشوكة. قال من عندك؟ قلت عندي فلان قايل لي. قال خلاص ترى أباخذ اليوم من الفصم وبعطيك. يقول ياخذ فصم يحطه في مويه ويعطيني. يقول روح البيت وارش على المنطقه واشرب منه. يقول يوم شربت سبحان الله العظيم واستفرغ على طول. يقول سبحان الله يوم ونوم، يقول يوم قمت من بكره ولاني مثل الحصان. سبحان الله. فانا اقول يا اخوان اذكروا والله ذكر الله طيب، ذكر الله طيب على زملائكم، يعني الله يكفينا شر العين. الله يسعدك وسلامتكم. الله يبيض وجهك. احنا نقول عليكم بالاذكار، اذكار الصباح اذكار المساء لا تنسونها.